جلالة الملك المعظم، بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي المعظم، صدرت إرادتكم الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز، وبناءً على تنسيب رئيس الوزراء يعين معالي الدكتور محي الدين شعبان توق وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. يعين معالي الدكتور تيسير منيزل النعيمي وزيراً للتربية والتعليم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. يعين معالي الدكتور صالح علي الخرابشة وزيراً للبيئة. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. يعين معالي المهندس إبراهيم صبح الشحاحدة وزيراً للزراعة. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. يعين معالي الدكتور محمد محمود العسعس وزيراً للمالية. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. يعين معالي السيد أمجد عودة العضايلة وزير دولة لشؤون الإعلام. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. يعين معالي الدكتور محمد أحمد الخلايلة وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. يعين معالي الدكتور باسم محمد الطويسي وزيراً للثقافة. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكلة إلي بأمانة. يعين معالي الدكتور فارس عبد الحافظ البريزات وزيراً للشباب. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. يعين معالي الدكتور وسام عدنان الربضي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. يعين معالي الدكتور خالد وليد سيف وزيراً للنقل. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. سيدي صاحب الجلالة، والآن يتشرف أصحاب المعالي الوزراء بالسلام على جلالتكم.